وإذا كنا نتحدث عن لبس المرأة، فهل هناك فرق بين الخمار والنقاب والحجاب؟ من القواعد العلمية ما يعرف بتحديد المفاهيم أو تصور الموضوع تصورا صحيحا حتى يمكن الحكم عليه، فلا بد من معرفة معاني الخمار والنقاب والحجاب قبل الحكم عليها. الخمار هو واحد الخمر التي جاءت في قوله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وهو ما يغطى به الرأس بأي شكل من الأشكال كالطرحة والشال وما يعرف بالإشرب، ويقال في ذلك: اختمرت المرأة وتخمرت، وهي حسنة الخمرة. والنقاب هو ما تضعه المرأة على وجهها لستره، ويسمى أيضا البرقع أو النصيف، وهو معروف من زمن قديم عند اليهود كما في سفر التكوين، أن رفقة رفعت عينيها فرأت إسحاق فنزلت عن الجمل وقالت للعبد: من هذا الرجل الماشي في الحقل للقائي؟ فقال: هو سيدي. فأخذت البرقع وتغطت، كما كان معروفا عند العرب قبل الإسلام، ويسمى باللثام كما يسمى أيضا بالخمار. قال النابغة الذبياني يصف المتجردة، وهي امرأة النعمان بن المنذر، لما سقط برقعها وهي مارة على مجلس الرجال قال: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. والحجاب في اللغة هو الساتر، كما قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وكما قال: فاتخذت من دونهم حجابا. ويراد به في الشرع ما يمنع الفتنة بين الجنسين، ويتحقق ذلك بستر العورة والغض من البصر ومنع الخلوة ومنع الكلام اللين ومنع اللمس. فالحجاب أعم من الخمار ومن النقاب، وهما من مقوماته التي تتحقق بها حكمة التشريع، وهي منع الفتنة بين الرجال والنساء أو تنظيمها، ليؤدي كل من الجنسين رسالته في هذا الوجود. وبتحديد هذه المعاني يعرف حكم كل واحد منها، والله أعلم.